أهلاً بكم إلى موجز أخبار الآن. وصل وفد المعارضة السورية إلى جنيف تمهيداً للمشاركة في الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة. يتضمن جدول أعمال المفاوضات التي تنطلق اليوم بحث قضايا الحكم الانتقالي والانتخابات والإرهاب والدستور. وأملت المعارضة السورية أن تؤدي المفاوضات إلى تقدم عن طريق حل سلمي للأزمة السورية. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن النصر بات محسوما على داعش في الموصل، وإن بقايا التنظيم محاصرون في الأشبار الأخيرة من المدينة. وكان العبادي قد زار الموصل لتهنئة القوات على استعادة المدينة من قبضة داعش، لكنه لم يعلن رسميا عن الانتصار في الموصل، قائلا إن ذلك سيتم عند تطهير الجيوب الأخيرة لمسلحي التنظيم. أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير أن بلاده مستمرة في مقاطعتها لقطر ما دامت تدعم الإرهاب وتمول تنظيمات في المنطقة. وفي تصريحات على هامش مشاركته في قمة هامبورغ في ألمانيا، قال الجوبير إن محور الأزمة ما بين الدوحة وجيرانها العرب يتلخص في صلتها بالأفراد المتطرفين الذين تؤويهم داخل أراضيها. أصدر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قراراً بحظر التجوال في مناطق عدة بمحافظة شمال سيناء، وذلك عقب تصاعد وتيرة الهجمات التي تشهدها المنطقة. وكانت مصادر أمنية أعلنت في وقت سابق قتل 15 مسلحاً وإصابة 6 من أفراد التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء. وأوضحت المصادر أن المسلحين قتلوا في غارات جوية للجيش المصري خلال الساعات 24 الماضية. اندلع حريق هائل في سوق كامدن لوك الشهير في العاصمة البريطانية لندن من دون أن ترد أنباء عن قتلى أو مصابين. وقال فريق الإطفاء إنه أرسل 10 سيارات إلى مكان الحريق الذي امتد إلى الطوابق الثلاثة الأولى وسطح مبنى السوق. استضافت قرية شرق الصين عرضاً خاصاً استخدم فيه سكانها أكثر من 50 مليون قطعة من الخرز لتشكيل مشاهد مختلفة تركزت على 7 مواضيع. 20,000 من الزائرين استمتعوا برحيق الطبيعة من أعالي بركة مغطاة بزهور اللوتس وسط الأضواء الملونة والرقص والغناء، والهدف هو تعزيز المشاريع الزراعية في القرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.